يقول السائل: قبل أيام شاهدت مشاركة الدكتور الهواري في قناة طيبة، فهل هذا يجوز؟ وشكرا، وما هي مآخذكم عليه؟ نرحب بشيخنا ودكتورنا حسن الهواري. ألو، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك الشيخ، حياك الله. الهواري ده أصلا هو رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية، وردنا عليه من بدري، وردوا عليه إخواننا بما يشفي ويكفي، وافتضح أمره في البلاد وبين العباد، الحمد لله رب العالمين. وتحرر الكثير جدا من الشباب من هذه الجماعة الحزبية ومن تلك الحزبيات البغيضة المحرمة الضيقة، بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له. أما مشاركته في قناة طيبة، هذا أمر محرم في الشريعة، لأنه قناة طيبة هي قناة لأهل البدع والضلال والزيغ والانحراف. وزمان لما كنا بنتكلم عن المآخذ على هذه القناة، إنهم سرورية والخروج على الحكام و و و و و، في ناس فيهم وفي ناس ما فيهم، لكن الليلة الضلال بتاعهم بقى أوضح من زمان. الليلة بقى فيها مسلسلات، أها رأيك شنو؟ فيها دراما سودانية، هذا حرام ولا حلال؟ ناس كلها عارفة حرام، لأنه التمثيل ده هو كذب، التمثيل هو كذب وغش. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالممثل يكون اسمه الحقيقي أحمد عبد الله. لما نجي في المسلسل أول فيلم بيسموه حسن، ده كذب ولا ما كذب؟ كذب، إضافة إلى الكذب الموجود والتمثيلية ذاته كلها كذب. الليلة قناة طيبة، الليلة دي الليلة ما مبارح، فيها موسيقى، ما المؤثرات الصوتية، فيها موسيقى والله الذي لا إلى غيره. اليوم الخميس الليلة دي فيها موسيقى عديل، لأنها قناة بتاعت أخوان مسلمين أصلاً، وإنت راجي من الأخوان المسلمين شنو؟ قناة بتاعت عبد الحي يوسف وأخو مسلم معروف. هسه بالله في المسيرة الفاتت دي بتاعت الأقصى وما الأقصى، قبل 10 يوم دي عبد الحي يوسف ظهر في المسيرة لابس الشال اللي بيلبسوه الأخوان المسلمين ده، والرافعين القماش الكبير الإخوان المسلمون بقيادة عبد الحي يوسف، موجودة في اليوتيوب خش تلقاه، ظهر. وعبد الحي يوسف من أول يوم جاء البلد دي في صحيفة الشارع السياسي بتاريخ 2003 قالوا له: يا دكتور عبد الحي يوسف أنت سلفي؟ قال: أنا ما سلفي، ولو وجدت جماعة باسم السلفية فلست واحدا منها. زول يقول: أنا ما سلفي. يجوا الحزبيين يقول لك: والله ما نقدر نخرج من السلفية، تخرج روحك وروح الجماعة اللي معاك كلهم. زول قال: أنا ما سلفي، اتبرى من السلفية، كيف تقول ما أقدر أخرج؟ هو ما دخل أصلا، عشان أنت تطلع هو ما دخل أبدا. وآخر تقليع عجاب عبد الحي يوسف صوفية عديل مشى زار الخليفة والدلو بيض شرقي مدني، صوفي صوفي طاغوت كبير. نتعلم هنا. ادعى انه قال قطع البحر الاحمر بالمصلايه،
عبد الحي يوسف مشى حضر معاه الذكر ووب 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 ووب، وانتهى الذكر شالوا الفاتحة اللي هي بدعة، شالها معاهم عبد الحي. انتهت البدعة دي، عبد الحي يوسف سلم على الطاغوت الصوفي قال له جينا نتعلم منكم، واتكشفت الشغلانة وانتهت القضية. دال يتعاون معاهم دبت عن سار السنة ده، وانا لو ما جاء عنه سؤال ذاته الهواري ده ما ده ارد عليه، لانه ده موضوع انتهى زمان. كونه يتعاون ما بنبدعه بها، لانه اصلا مبتدع، ده الهواري ده اصلا مبتدع. فده يتعاون مع ده، ذو الحي يتعاون مع ده، ده ممكن يا اخي دال شباب انصار السنة الان ناس مين يسري الفاتح ومين شجرة محمد حسين سجم الرماد، الان ده بيجوا يتعاونوا مع المؤتمر الشعبي أتباع الترابي، مشوا دعشوا مع واحد تابع للترابي قال جيفارة أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. أتباع أنصار السنة ديل الشباب ديل مشوا دعشوا معاه وصوروا، وهذه الصور قاعدة عندنا كلها، الوثائق موجودة. فديل أخي نحطوا انحطاط بعيد جدا جدا، خلونا منهم، موضوع منتهى بدري ديل. وأي بدعة تصهر منهم ما تستغربها، ما سمعت قبل ثلاثة أسابيع قال شنو؟ مطر ولا شجر قال شنو؟ قال شنو؟ قال نحن كأنصار سنة ما بنرضى في الصوفية ولا في الأخوان المسلمين، قال ما بيرضوا الكلام في الصوفية ولا بيرضوا الكلام في الأخوان المسلمين، وقال الصوفية والأخوان المسلمين ذاتهم ما بيرضوا الكلام فينا، وقال بيناتنا مشاكل بسيطة بنقعد في الوطن نحلها. ديل انتهوا يا اخي، ولا محتاجين كلام كثير، والحمد لله الدعوه دي انطلقت الان، صار السنه ديل اتدمروا انتهوا زمان، اتدمروا انتهوا يا اخي. الان صار السنه بقى يسافروا من هنا يمشوا برا دول برا يسالون من دعوه اخواننا دي، بعض الناس اللي بيحضروا التوحيد وحلقات اخواننا جزاهم الله خير الموحدين، الناس برا بيحضروها يلقوا زول عنده دقن سوداني يقول من السودان، هاي تعرف شاب عوض ذاك صار السنه، يقول هاي والله ديل من اولادنا. جماعة بيقوا ذاتهم محتالين، بقى يكشروا بأخواننا ديل، ترى سنة انتهوا زمان والله العظيم، ده ما تسألوا منه تاني. الضرب على الميت حرام،